من قضوا على أيدي أعداء الله لأجل عقيدتهم، هؤلاء ورثوا من النبوة مقاما، ورثوا من النبوة حالا، ألا وهو التعرض لفجرة البشر من قتلة الأنبياء. وهؤلاء حالهم لا يقع فيه التعزية فحسب، بل التعزية والتهنئة. روى الإمام أحمد في الزهد عن معاذ العدوية أن ابنها كان مجاهدا في سبيل الله فقتل، فجئنها النسوة يعزينها وكانت من عابدات البصرة، فقالت: إن جئتنني مهنئات فهلما، وإن جئتن معزيات فارجعنا. وكذلك وقع الأمر نفسه مع المعافى بن عمران أحد كبار عباد الموصل وفقهائهم في زمن سفيان الثوري، لما قتل ابنه على يد جماعة من الكفار، فجاءه أصحابه فقال لهم الكلمة نحوها المروية عن معاذ العدوية: إن جئتموني مهنئين فأهلا وسهلا، وإن جئتموني معزين فارجعوا. العزاء يقدم في ميت الأحياء من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعلم نحن أن هناك، علمتنا السنة أن هناك موتا هو الحياة، موت إنسان هو الحياة لشخص آخر، كما حصل مع الغلام الذي كان يرمى عليه بالسهم فلا يقتله، فقال للرجل: قل باسم رب الغلام، فلما قال باسم رب الغلام مات الغلام، ولكن عاشت عقيدته، أحيا الناس، أحيا قلوب الناس، ومات الناس على العقيدة متأثرين بهذه الحادثة، حادثة باسم رب الغلام. فمن المنتصر؟ الغلام. ونرجو، ومن الذي حيا في هذا المقام في موته؟ حياة قلوب بالتوحيد. وفي هذا المقام نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الحادثة المروعة التي خجل القوم منها بعدما فعلوها، وقد كشفوا كما في موقعهم الروسي، أكبر موقع روسي، أنهم كانوا يتوعدون قبل الحادثة بقليل أننا سنعطي حماس الهدية، ثم لما وقعت الضربة قالوا: ها، هذه هدية لحماس. ثم لما ظهرت الأرقام وظهر أن الحادثة مروعة جدا، مسحوا كل شيء، وقد فعلوا ذلك في بعض المواقع العربية، ولكن وفق بعض إخواننا إلى توثيق ذلك. فنرجو أن تكون هذه الحادثة المروعة، كما أن حادثة الغلام أنارت في قلوب كثير من الناس طريق الإيمان، لما أراد له الظالمون أن يبقى مظلما، فكذلك نرجو لهذه الحادثة أن تضيء، نرجو لهذه الحادثة أن تعيد إضاءة طريق الولاء والبراء الذي أراد له كثيرون أن يبقى مدلهما. وكم سعوا بالفتن بين أهل الإسلام، وكم سعوا بالفتن بين أهل الإسلام، وأرادوا لهم أن تقع آثار سايكس وبيكو في قلوبهم، وأن يتبادلوا الشتائم القومية. والحمد لله، ونرجو أن يكون هذا الطريق، أن تكون دماء هؤلاء الذين قضوا مضيئة لطريق البراء من هؤلاء القوم، هادمة لما يسمى بالتطبيع الذي دخل فيه أقوام هم معينون شاءوا أم أبوا بمثل هذا الإجرام، كما أن دول الغرب الملعونة هي مضيئة أيضا، هي معينة أيضا. وآخرون زعموا أنهم يقتربون كل يوم، ولكن أظن بعد هذه الحادثة أن الأمر قد اختلف. ونرجو أن تكون هذه الحادثة كاشفة بشكل لا يدع مجالا للشك، كاشفة على حال لا يدع مجالا للشك حول قذارة النظام الغربي، قذارة أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليابان، غيرهم الذين وقفوا ضد إطلاق النار وتناقضهم في قيمهم التي لطالما فتنت مئات الآلاف من شبابنا، واليوم قد كشف وجهها القبيح. وأيضا هذه المجزرة تكون مذكرة بالمجازر السابقة، ومذكرة أن كل من يطرح ما يسمى بحل الدولتين هو في الحقيقة
يكرم الجزارة ويكرم السفاحة على إجرامه، فدولته إنما نالها على دماء الأبرياء. فأنت ماذا تصنع؟ هل تبريه؟ هل تكافئه على ما فعله من إجرام بأن تعطيه دولة ولو نصف دولة؟ والله المستعان. وأرى انكسارا في تعليقات بعض الأخوة، ولا ينبغي الانكسار، نحن في حالة حرب، ما فيها محل، لا محل فيها للانكسار. يقال لهم تهدمون مستشفى، نبني 1000 مستشفى. أموال المسلمين في كل مكان تحت أمرهم، كل الكوادر الطبية. تقتلون واحدا في 1000000 غيره، كم مذبحة أقمتم منذ قامت دولتكم؟ يا جماعة الخير اقرأوا المشاركة اللي فوق، شوفوا كم كتابا ألف في مذابحهم. فكان ماذا؟ من قبل أقمتم المذابح في الأنبياء، فكان ماذا؟ لا سأل أتباع الأنبياء يطاردونكم. ولا زالوا يذلونكم، والله إن هذا إذلال، والله إن هذا، مع أنهم قتلوا وسفاحون مجرد أن يحاولوا التهرب والتملص من جريمتهم التي فعلوها، وقد فعلوها على أعين الناس. لو كانوا في محل قوة مطلق لقالوا نعم نحن قتلناهم وما تصنعون، ولكنهم أرادوا أن يجمعوا السفالة من جوانبها. فلا مروءة ولا رجولة ولا دين ولا صدق ولا شجاعة، ما في أي خلق جيد، ما في. حتى هذه منصاتهم التي تضيق على المسلمين، حتى بعد ذلك إذا أي إنسان منهم حدثك عن حرية الرأي تبصق في وجهه. ما تتحدث معه، ما تأخذ وتعطي، تبصق في وجهه مباشرة. أي شخص آخر بعدهم يحدثك عن الإرهاب تبصق في وجهه. ونعم كشفت حتى أنظمة، وأنا أتحدث عن حل الدولتين وغيره وغيره. وهذه مسألة الكل يعرفها، ولكن والله إن خططا شيطانية قد قطع عليها الطريق بسبب حمق هؤلاء القوم. هؤلاء تعرف لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلونه حتى يهرب الناس ويهاجروا، أو حتى يبغض الناس مقاومتهم، وترتبط هذه المقاومة عندهم ذهنيا بالضرر الذي يقع عليهم، وبالتالي يخنعوا ويستسلموا. إذا وقع هذا الهدف سيكونون قد حققوا بداية الانتصار، ولكن إن لم يقع هذا الهدف فهم لم يحققوا شيئا. أرسلوا مجموعة من الناس إلى ربهم، إلى الرحمن الرحيم، إلى جنان الخلد، وأنفقوا 1000000000، ثم عادوا بخفي حنين. هذا هو الواقع. إن انتبهنا للبعد النفسي وراء مثل هذه الضربات الجبانة الملعونة، حتى لا تتكرر هذه الضربات، وحتى لا تتكرر هذه السياسة، لابد من وقوف وحزم وثبات. أمام مثل هذا الأمر ومعاكسة لكل ما يريدونه منك، وإظهار لذلك وتكلف لإظهار ذلك بشكل واضح. حتى موضوع المقاطعة الاقتصادية والثبات عليها لمجموعة من المنصات أو مجموعة من الشركات التي تدعم هذا الكيان القذر، ليفعل بهم الأمر نفسه، حتى يرتبط دعم هذا الكيان القذر بالتشكيك بقيمهم وبالخسارة وبالبغض وبالطرد. هم ما كانوا في يوم من الأيام في أوروبا حصل عليهم ما حصل، حتى ارتبط ذكر اليهودي بكل شيء قذر، بالربا، بالابتزاز، بكذا بكذا بكذا. ونحن الآن في ثقافتنا يحصل شيء من هذا، فلا بد أن يذكر بذلك، ولا بد أن يحفظ ذلك، لا أن تذهب كالمجازر القديمة التي نساها كثير من أبناء الجيل الجديد.
لا، هذه تحفر بالفؤاد في الفؤاد. وأنا حزين أن نسيت الغارة الأمريكية على حفل تحفيظ القرآن في أفغانستان، هذا حصل قبل أعوام قليلة نسي. وبعضهم يتحدث عن ما حصل في العراق عام 91، هذه بعيدة شوي، لما قصفوا دارا أظل للأيتام أو كذا. ولا بد أن توثق هذه الأمور وهذه البلايا، فتستخدم في الشحن العاطفي ضد هؤلاء الناس، وفي جعل قيمهم التي يتكلمون فيها ويثرثرون بها، والدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة وغير ذلك، جعل قيمهم هذه كلها محل للاعتراض وإلقاء الشبهات عليها، كما علموا كثيرا من المرتزقة في وقت في بلداننا أن يلقي الشبهات على السنة وعلى القرآن وعلى كذا وعلى كذا. فوالله ما يزيدنا الأمر إلا إيمانا وثباتا. كانوا مشتتين في الأرض، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في آخر الزمان حرب بيننا وبينهم، حتى يقف اليهودي خلف الشجرة تقول الشجرة يا مسلم خلف يهودي، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرقد الذي في بيت المقدس، وما كان أحد يعرف حتى قامت دولتهم في هذا المحل، فقلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تمهيد، ولا إله إلا الله.